ليش؟ ليش انت تقول لي شوف لولا الحملة الشعبية والموقف السياسي محترم للكثير من الاطراف لكان مهزلة البداية مالته؟ شو انت بيافرف تقول لي 25 تريليون عندي فائض والداين عليها 10 تريليون؟ بربك هاي عقلية ربط العراق بالديون معناها مشروع افقاد العراق اي ارادة لو لا سرقة من جانب سياسي، يعني كل امكانية صمود وتطور وهذه ما لك انت تكون